السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض شرح منهج سنه سته ابتدائي الترم الاول 2024. بنشرح من كتاب المعاصر ومن كتاب بيت باي بيت. شرحنا الوحده الاولى من اكسلنت ونزلنا مجموعه من الامتحانات، كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ومعانا النهارده تكمله يونت 3 الوحده الثالثه ليسونز 4 اند 5 الدرس الرابع والخامس بيج 110 صفحه 110 من كتاب المعاصر رايتنج كتابة وبروجكت مشروع. يبقى النهاردة هنخلص الوحدة التالتة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبولنا في التعليقات ونبدأ مع بعض. فوكابلاري الكلمات كي فوكابلاري كي فوكابلاري كلمات مفتاحية بلوج 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 مدونة مدونة على الانترنت بلوج 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 ديستنيشن 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 وجهة الوصول، يعني المكان اللي عايز يروح له. واحد عايز يروح مثلا القاهرة يبقى الديستنيشن بتاعه القاهرة، واحد عايز يروح الأقصر يبقى الديستنيشن الأقصر، يبقى الديستنيشن وجهة الوصول. بريف 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 شجاع. سيكشن 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 يعني قسم أو جزء. فانتاسي فانتاسي يعني خيال. ووتر فولز ووتر فولز ووتر فولز شلالات. رياليستيك 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 حقيقي او واقعي. كارنفال 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 ملاهي او مهرجان. ستور 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 متجر. اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه. سادنلي 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 فجاه. سربرايز 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 مفاجاه. سيميوليشن ثيتر سيميوليشن ثيتر مسرح المحاكاه. سيميوليشن ثيتر سيميوليشن ثيتر زي تقليد كده مسرح معين، بنعمل نفس الشكل ونفس الديكور، ده اسمه سيميوليشن ثيتر. اورينت ترين اورينت ترين قطار الشرق. سكرين 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 شاشه. سكوير 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 ميدان زي مثلا ميدان التحرير، وممكن تيجي بمعنى مربع لكننا بمعنى ميدان. رايدز 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 العاب الملاهي. رايدز رايدز مونستري 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 يعني دير او صومعه. مونستري دير او صومعه. شو 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 عرض. افكت 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 تاثير. سنوي 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 جليدي سنوي. كوست 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 تكلفه كوست تكلفه. اوشن 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 محيط. بريزنت 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 هدية. بلوجر بلوجر احنا بلوج يعني مدونة. طب الشخص اللي بيدون او اللي بيكتب في المدونة بقول عليه بلوجر، ضعفنا الجي وحطينا اي ار بلوجر. اتراكتيف 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 جذاب. تورست تورست بروشر تورست بروشر تورست بروشر كتيب سياحي. تورست بروشر. ديسكريبشن 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 وصف ديسكريبشن وصف. زي ما تعودنا conjugation of verbs تصريف الافعال، في افعال regular منتظمه وirregular غير منتظمه او شاذه. المنتظمه عشان احولها من present الباست من المضارع الماضي بحط لها مقطع ثابت. طب الغير منتظمه بيتغير شكلها. guess guessed هنا ايدي. watch watched ايدي. relax relaxed ايدي مقطع ثابت. طب الشاذه have had. sit sat cost cost. اعمل ايه في الشاذة يا مستر؟ احفظها زي ما هي احفظها زي ما هي. important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر مهمة. go on rides go on rides يعني يركب العاب الملاهي. go on rides. relax at the beach relax at the beach يعني يستريح على الشاطئ. relax at the beach. good way to good way to طريقة جيدة لي. بير نايت بير نايت بير نايت في الليلة. يبقى احفظ حروف الجر طبعا، ممكن يجي لي في الامتحان جو ان ولا ات ولا اون رايت، فاختار جو اون رايت. ريلاكس اختار ات ذا بيتش. جود واي اختار معاها تو. بير نايت. دبل روم دبل روم غرفة مزدوجة غرفة مزدوجة، ممكن يبقى فيها مثلا سريرين مثلا. ابيت سكيري ابيت سكيري ابيت سكيري مخيف قليلا. جيت ويت get with يبتل. by the red sea by the red sea بجانب البحر الأحمر.
بيج 111 صفحة 111. جدول مهم جدا جدا جدا، بيقول لي نقاط رئيسية على نصوص الاستماع والقراءة، بيجيب لي الموضوع وكلمات، والكلمات بيحطها في الجمل. طب ايه اهمية الجدول ده؟ بيساعدني بعد تكوين الجمل احط الجمل دي في موضوع واكتب باراجراف. يعني مثلا at the carnival، at the carnival، هنا بيقول لي في الملاهي او في المهرجان، جايب لي مجموعة كلمات special يعني مميز، وبيرث دي عيد ميلاد. فاقول مثلا نشوى is with her family، نشوى تكون مع عائلتها، for her special birthday لحفلة عيد ميلادها المميزة، surprise لمفاجأة حفلة عيد ميلادها المميزة at the carnival. طيب سي يعني يرى، ودو يفعل، هقول there is a lot to see، يوجد الكثير لكي تراه، and do وتقوم به at the carnival. rides يعني الملاهي، وto try أن يحاول، rides وto try، يبقى there are amazing rides، يوجد ألعاب مدهشة، to try ممكن تجربها like the roller coaster. يبقى أحط الكلمات في جمل، places وstores أماكن ومتاجر، there are places to eat يوجد أماكن ممكن تأكل فيها، and stores too ومتاجر أيضا. simulation theater، simulation theater مسرح المحاكاة. نشوى and her dad، نشوى وأبوها، want to go يريد أن يذهبوا to the simulation theater in the afternoon بعد الظهر. الموضوع التاني مثلا جايب لي شرم الشيخ، جايب لي interesting وبيزي، interesting يعني شيق، وبيزي يعني مزدحم، ولو جت على شخص يبقى شخص مجهول، لكن مدينة مزدحمة. شرم الشيخ is an interesting and busy town، أو قال لي شرم الشيخ مدينة شيقة ومزدحمة، by the red sea بجوار البحر الأحمر، شرم الشيخ is in Egypt هي في مصر، by the red sea بجوار البحر الأحمر. swim يعني يعوم أو يسبح، وسي يعني بحر، we can swim in the sea نستطيع أن نسبح في البحر، نستطيع أن نسبح في البحر، جملة سهلة جدا we can swim in the sea. visit يعني يزور، visit يعني إيه؟ يزور. monastery يعني صومعة أو دير، monastery صومعة أو دير. we can visit Saint Catherine's monastery in شرم الشيخ، ممكن نزور دير سانت كاترين فين؟ في مدينة شرم الشيخ. نحل مع بعض مجموعة من الاختيارات. The نقط right is very scary and you get wet، يبقى the waterfalls right يعني ملاهي الشلالات بتبقى ايه مخيفة وممكن تبتل، الجبال لأ، الكهوف لأ، الصحاري لأ، كمية الماء اللي فيها ممكن تخليك get wet. after a long time بعد مدة طويلة، we arrived at our destination وصلنا إلى مكاننا، إلى وجهة الوصول، المكان اللي عايزين نروحوا له. طبعا pollution تلوث لا، information معلومات لا، population عدد سكان لا. I'd like to not at the beach أنا بحب، I'd like to relax at the beach أسترخى على الشاطئ. can you give me ممكن تديني a not of the carnival يبقى description وصف، عايز وصف للكارنفال. how much كم ثمن does this house cost يبقى how much كم ثمن does this house cost، cost معنى يتكلف أو تكلفة، يتكلف أو تكلفة. page 112 صفحة 112 listening and reading استماع وقراءة، look listen and read يعني انظر استمع واقرأ. نشوى's blog مدونة نشوى، مدونة نشوى صفحة على الانترنت كده بتكتب فيها. Tuesday June 3rd يعني التالت من شهر يونيو، يوم الثلاثاء. All the fun of the carnival كل المتع في الكرنفال، أو كل الأنشطة الممتعة في الكرنفال. تعال نشوف كده قالت إيه. Today is my birthday النهاردة عيد ميلادي، and guess where I am وخمن أنا فين. I am with my family أنا مع عيلتي، for my special birthday prize في مفاجأة عيد ميلادي، at the carnival فين؟ في مدينة الملاهي. I want to tell you all about it عايز أقول لكم كل حاجة عنه أو أخبركم. when you arrive at the park عندما تصل إلى الحديقة، you are suddenly in بتبقى فجأة في a world of fantasy في عالم من الخيال. it's really exciting شيق جدا. there is a lot to see يوجد الكثير لكي تراه،
and do here وتقوم به هنا. There are amazing rides في ايه؟ في ملاهي مدهشة. To try او مراجيح مدهشة ممكن تجربها. Like the roller coaster. Like the roller coaster زي قطار الملاهي. If you're brave لو انت شجاع. طبعا الموضوع محتاج شجاعة. And theaters ومسارح. Where you can watch shows تستطيع ان ترى العروض. There are places هناك اماكن. To eat تأكل. And stores ومتاجر. To ايضا. To ايضا. The children's section يبقى قسم الاطفال. Has 9 rides في 9 العاب. Including بما في ذلك the Orient train قطار الشرق. We have tickets عندنا تذاكر. For that at 10 o'clock لده الساعة 10. My brother أخي loves water rides بيحب الألعاب المائية. So لذلك he wants هو يريد to go on some of those later this morning عايز يلعبهم دول في الصباح. Okay يعني عايز يجرب الألعاب دي في وقت لاحق في الصباح. at 11:30 الساعة كام؟ الساعة 10 أو الساعة 11 ونص. at 11:30 الساعة 11 ونص. We have tickets عندنا تذاكر for the waterfalls ride لركوب إيه؟ الشلالات. It has some high sections طبعا تحتوي على بعض الأجزاء العالية. So it's a bit scary لذلك هي مخيفة قليلا. And you get wet. You get very wet بتبقى مبتل يعني ممكن طبعا هدومك تتبل. In the afternoon بعد الظهر dad and I أبي وأنا want to go to the simulation theater عايزين نروح المسرح المحاكاة. You sit in your seat بتقعد في مقعدك. With big screens في شاشات ضخمة. All around you حولك. And there are sound في صوت. And light effects وتأثيرات ضوء. It feels like you're in a different places بتشعرك ان انت اكنك في اماكن مختلفة. Around the world حول العالم. Snowy mountains الجبال الثلجية يعني بتحس ان انت في اماكن مختلفة زي الجبال الجليدية. Even under the ocean واكنك حتى تحت المحيط. It's very realistic. It's very realistic يعني انه واقعي جدا. يبقى realistic واقعي. I can't wait لا استطيع ان انتظر. What a great birthday present يا لها من هدية عيد ميلاد رائعة. Thanks mom and dad شكرا يا امي ويا ابي. هنا اسئلة القطع. Where is نشوى؟ نشوى فين؟ She is at the carnival. She is at the carnival. Who is نشوى with هي مع مين؟ يبقى she is with her family مع عائلتها. She is with her family مع عائلتها. Page 113 صفحة 113. Writing skill مهارة الكتابة. How to write a blog post ازاي تكتب مدونة. هنا بيقول لي number one a blog post should have a title and date لازم يبقى فيه عنوان وتاريخ. لازم تكتب عنوان وتاريخ. It should use informal language لازم اللغة تبقى غير رسمية. انت بتخاطب معظم الناس اطفال صغار متوسطين كبار فانت عايز لغة غير رسمية. It should use the first person pronouns لازم تستخدم ايه ضمائر المتكلم. ايه ضمائر المتكلم؟ احنا عندنا ثلاث انواع من ضمائر. ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. ضمائر المتكلم هي اي ماي مي ماين اللي هي اصلا بيبقى اصلها اي او وي. اي او وي انا اللي بتكلم بمعنى اصح. اي ماي مي. It has to include a personal story لازم يبقى فيها شخصية او قصة شخصية. قصة شخصية للكاتب. It usually gives the writer's opinions هي عادة ما تعرض آراء الكاتب. And feelings وشعوره about their experiences حول ايه خبرات او تجارب حياتية. Bloggers often add photos المدونون غالبا ما بيضيفوا صور. To make their blogs more attractive عشان يجعلوا مدوناتهم اكثر جاذبية. اكثر جاذبية. هنا بيقولي remember تذكر. Write about something you like and enjoy اكتب عن حاجة بتحبها وتتمتع بيها. مينفعش اكتب عن حاجة ما بحبهاش لازم عشان ابدع اكتب على حاجة بحبها. Write your readers اكتب لقرائك.
as if you are speaking to them، أكنك بتكلمهم. Use contractions، استخدم الاختصارات زي I am، زي it's. ما قولش I am، ما قولش it is، لا استخدم الاختصارات زي I am، زي it's. And adjectives، والصفات like awesome and cool، like awesome and cool. طب ايه تاني يا مستر؟ يبقى تالت حاجة، أول حاجة بكتب الحاجة بحبها، استخدم الاختصارات وبعض الصفات. Use exclamation points، استخدم علامات تعجب. And emojis، الرموز التعبيرية، الرموز التعبيرية، الوشوش دي اللي هو واحد هابي، واحد ساد، واحد انجري. Okay. Give your opinion، ادي رأيك. And invite your readers، وادعو أصدقائك أو قراءك. To give theirs، عشان يدوا آرائهم. Check that your spelling is correct، تأكد إن الهجاء بتاعك صحيح، الكتابة صحيحة. وهنا مثال لمدونة داليا's blog، مدونة داليا. أول حاجة حطينا إيه؟ حطينا التاريخ Wednesday 8th November، الأربعاء الثامن من نوفمبر. ثم العنوان usual homes، منازل غريبة أو منازل غير عادية أو منازل غير تقليدية. There is، هنا اختصارات اهي، ما اقولش there is او there is على طول. An unusual house، في منزل غريب. In Netherlands، في هولندا. It's upside down، ادي الاختصارات، في علامات تعجب. هو مقلوب. It's an old farmhouse which people want to make it modern، كان بيت ريفي قديم او بيت في مزرعة قديمة، الناس عايزينه يخلوه حديث. All the windows، كل الشبابيك. Are at the top، كانت في الاعلى. So you get a lot of light، تحصل على الكثير من الضوء. It fits in very well with local landscape، بيناسب طبعا المنطقة الريفية الجميلة أو المنظر الريفي المحلي. Which is farms، اللي هو مزارع. And fields، وحقول. That's so cool، رائع جدا. What do you think of it، إيه رأيك فيه؟ Do you like it، هل بتحبه؟ هنا قال لي آراء الكاتب، وبعد كده سأل على آراء القراء. يبقى لازم أراعي كتابة البلوج المدونة، لازم عنوان وتاريخ، لازم لغة غير رسمية، لازم أستخدم I me my، لازم يكون في قصة أو حكاية، ولازم أدي آرائي وأسأل عن آراء الإيه القراء. Page 114، صفحة 114. How to plan your own blog post about the carnival، about the carnival، ازاي تخطط مدونتك الخاصة عن الكرنفال. the mind map، خريطة ذهنية كده بتساعدني. اول حاجة المكان فين، اوير، ممكن اقول ان جيزة سيتي، في مدينة الجيزة. هو، كنت مع مين، with my family، مع عائلتي. طيب what to do، بتعمل ايه، try roller coaster، waterfalls ride، go to the simulation theater، بتجرب قطار الملاهي والملاهي الشلالات ومسرح المحاكاة. طيب why لي، there is a lot to see and do there، يوجد الكثير لكي ترى وتفعله هناك. description، الوصف، that's really exciting، شيقة. يبقى أنا قال لي place to visit the carnival، مكان تزوره، والكارنفال يعني المهرجان. وقال لي هتكلم عن مكانها، مع مين هناك، عملت ايه، طب ليه رحت، طب والوصف. ثم هنا جايب لي تدريب بسيط، ده نفس الشكل اللي احنا خدناه اللي قرينا فيه المدونة. بيقول لي write your blog post about a place you like، اكتب مدونة عن مكان انت بتحبه. your name is باسل، اسمك باسل. هنا هنكتب الاسم باسلز بلوج، نحفظ كده الاماكن، باسلز بلوج، مدونة باسل. ثم هنكتب هنا التاريخ، وليكن مثلا Thursday، الخميس، كما 5th، الخامس من أكتوبر، من شهر أكتوبر. ثم عنوان، أقول A place I visit، يعني مكان أنا بزوره، أو A place I like، مكان أنا بحبه. هقول I، نبدأ بقى I visited جيزة، أنا زرت الجيزة. هنا الجي طبعا كابيتال عشان دي مدينة، دي ايه، مدينة، أسماء المدن والدول والأشخاص كابيتال.
I went there. ذهبت إلى هناك with my family. ذهبت هناك مع عائلتي. عملت إيه يا ترى؟ I tried. عليناها في الماضي. Roller coaster. I went to the simulation. سيتر كده. انا اتكلمت عن خبرتي فين او عن زيارتي للجيزة. هتكلم بقى بعد كده ان انا بشجع الناس يروحوا الجيزة. اوكي، ممكن اقول زير هناك. نستخدم بقى زمن المضارع عادي. There is a lot to see. يوجد الكثير لكي ترى. And do there. وتقوم بي هناك. That's really exciting. هذا شيق حقا. ثم أسأل عن آراء القراء. What do you think of it? ما رأيك فيه؟ Do you like it? وهكذا. يبقى لما اكتب مدونة بكتب ايه؟ اسم صاحب المدونة، ثم تاريخ اليوم، ثم عنوان المدونة، ثم وصف للمكان اللي انا مثلا زرته، ثم معلومات عن المكان، ثم وجهة نظري في المكان، ثم سؤال للقراء عن خبراتهم لما بيروحوا المكان عشان يكتبوا في التعليقات. دي فكرة المدونة، ودي اختلافها عن الايميل. الايميل طبعا بيبقى فوق دباجة معينة to from subject، ثم بكتب جملة افتتاحية وجملة ودودة ثم الموضوع ثم جملة ختامية والخاتمة. لكن ده ببدأ لا باسم صاحب المدونة والتاريخ وايه وعنوان المدونة. ده غير الباراجراف خالص. يبقى لازم نفهم الفرق ما بين الايميل اللي هو البريد والباراجراف الموضوع والبلوك المدونة. Page 115، صفحة 115. Look, read and identify. انظر اقرأ ويتعرف. A brochure about شرم الشيخ. كتيب عن مدينة شرم الشيخ. شرم الشيخ an amazing holiday destination. هي وجهة رائعة لقضاء الأجازة أو لقضاء العطلات. تعال نشوف كده الموضوع. For only 1000 pound per night per person in a double room. فقط بألف جنيه، بألف جنيه لليلة لشخص في غرفة مزدوجة. يعني تمن الليلة ايه؟ ألف جنيه الغرفة مزدوجة. شرم الشيخ is an interesting and busy town. هي مدينة مزدحمة وشيقة. In Egypt في مصر. By the sea بجوار البحر. There are يوجد lots of things الكثير من الأشياء. To see and do تراها وتقوم بها. Swim in the sea تعوم في البحر. Relax on the beach تسترخي على الشاطئ. Go quad biking in the desert تذهب لركوب الدراجات الرباعية في الصحراء. Eat good food تأكل طعام جيد أو تتناول طعام جيد. Visit Saint Catherine's Monastery تزور أو قم بزيارة دير سانت كاترين. Take let's ride يعني اركب حافلة let's ride. Let's ride bus from Giza Square من ميدان الجيزة. Every afternoon كل يوم بعد الظهر.
at 3 p.m. 3 عصر for 500 pounds only. 500 جنيه بس. 500 جنيه ايه بس. How to make a tourist brochure. ازاي نعمل منشور دعائي. هو هنا عمل منشور دعائي زي ما احنا لسه قارينه. Write a short introduction. اكتب مقدمة قصيرة. Of the place للمكان. You want to include in your brochure. اللي انت عايز تضمه في الكتيب. Find some photos. يعني اختار بعض الصور. Or pictures of the place. Write a description. اكتب وصف. وصف. Of each place. لكل مكان. Under the photos. تحت الصور. Check that. افحص. The spelling, grammar, and punctuation is correct. افحص spelling الهجاء و grammar القواعد النحوية and punctuation علامات الترقيم is correct صحيحة ولا لا. ونحل مع بعض page 116 general exercises تدريبات عامة on lessons 4 and 5 على الدروس الرابع والخامس. Listen and complete. نص استماع استمع وكمل. شرم الشيخ is an interesting and busy city. In شرم الشيخ you can swim in the sea there. You can relax on the beach. You can go squad biking in the desert. يبقى اسمع وكمل اللي ناقص. السؤال التاني. Read and complete. اقرأ واكمل. The text النص with the words from the box بالكلمات اللي من ايه البوكس الصندوق. هنا قطعة اقراها ونكمل. Today اليوم is my birthday عيد ميلادي and guess وخمن where am I انا فين. I am with my family انا مع عائلتي for my special birthday surprise في مفاجأة عيد ميلادي المميزة خدنا surprise. At the carnival. It's an amazing place. مكان مدهش. When you arrive at the park. عندما تصل إلى الحديقة. You are suddenly. أنت فجأة. In a world of fantasy. في عالم من الخيال. It's really exciting. حقا شيق. There is a lot to see. يوجد الكثير لكي ترى. And do here. وتقوم به هنا. There are amazing rides to try. في هنا مناجيح مدهشة ممكن تجربها. Like the roller coaster. قطار الملاهي. And the theaters والمسارح. Where you can watch shows. حيث تستطيع أن ترى إيه العروض. There are places. يوجد أماكن. To eat and stores تاكل فيها ومتاجر to أيضا. السؤال الثالث. وصل. Read and match A with B. اقرأ وصل العمود A بالعمود B. Try the roller coaster if you are brave. طبعا لازم تبقى شجاع عشان تركب الرولر كوستر. What can you ماذا تستطيع أن What can you do at the park؟ تقدر تعمل إيه في الحديقة؟ We have tickets عندنا تذاكر for the Orient train لقطار إيه الشرق. شرم الشيخ is a town in Egypt مدينة في مصر. I get very wet أنا كنت مبتل at the water rides. السؤال الرابع. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C, or D من الأربع اختيارات. There are a lot of نقط at the carnival like the roller coaster. يبقى right. We visited Zorna, Saint Catherine's Monastery. يبقى in 2021 في عام 2021. I am not afraid of snakes. يبقى I am brave. أنا شجاع. أنا مش خايف من الثعابين. The show starts. العرض بيبدأ الساعة 5. يبقى at 5 p.m. At 5 p.m. يعني الساعة الخامسة. Page 117. Reorder رتب. يبقى what is about your brochure. ماذا عن كتيبك. What is about
والبروشر. We can ride, نستطيع أن نركب on camels, على الجمال in Sharm el-Sheikh. What, ده أسلوب تعجب في exclamation mark. What a great birthday present, يا لها من مفاجأة أو هدية عيد ميلاد رائعة. My brother, أخي, loves, بيحب, waterfalls rides, my brother loves waterfalls rides. We have tickets, عندنا تذاكر for the simulation theater, لمسرح المحاكاة. المسرح ده بتدخل فيه في أصوات, في موسيقى تصويرية, تحس إن أنت في المسرح العادي خالص. السؤال الثالث, بانكتويت, I am with my family at the carnival, هنا الأي كابيتال في أول الجملة أو أي مكان في الجملة الأي كابيتال, هنا في أبوستروفي, كان أصلها I am بقت I am, في النهاية فول ستوب عشان دي جملة. السؤال السابع, write a blog post, اكتب مدونة of about 50 words, من حوالي 50 كلمة, using the following guiding elements, باستخدام العناصر الإرشادية. Your name is مجدي, اسمك مجدي. هنتكلم على مكان أو عنوان المدونة شرم الشيخ. طب تعالى نمشي كده واحدة واحدة. هنا اسم صاحب المدونة مجديز, بلوك. هنا التاريخ, مش كاتب لي تاريخ, اكتب اي تاريخ مثلا, Wednesday 4th اكتوبر, الاربعاء الرابع من اكتوبر, ثم عنوان المدونة شرم الشيخ. هنا جايب لي أربع عناصر إرشادية. What is the place, أين المكان, Who is with you, مين معك, Why do you like it, ليه بتحبه, What can you do there, بتعمل إيه هناك. دي اللي هتساعدني أكتب الموضوع. هتكلم عن شرم الشيخ مثلا, ممكن أقول إيه, Today is my birthday, النهاردة عيد ميلادي. أندجس, خمن, where I am, أنا فين, I am with my family, أنا مع عيلتي, in شرم الشيخ. يبقى هنا كتبت المكان ومع مين, يعني بجاوب عن الأسئلة برضو في نطاق الموضوع. It's an amazing place, مكان مدهش أو مكان رائع, وأبدأ أتكلم عنه. It's really exciting, there is, يوجد, a lot to see, الكثير لكي ترى, and do, I like, أنا بحب, the roller coaster, قطار الملاهي. وتبدأ بقى تتكلم عن المكان, and theaters,
and the theaters وايه والمسارح. Theaters where you can watch shows. حيث تستطيع ان ترى ايه العروض. طب نكمل. ممكن نكمل. There are places. في اماكن. To eat. تاكل فيها. And stores. ومتاجر. To ايضا. يبقى هنا اسم صاحب المدونة. تاريخ المدونة. عنوانها. ثم بتكلم عن المكان. فين المكان وروحت مع مين وحبيت ايه وعملت ايه. وكده يبقى خلصنا الدرس الرابع والخامس في الوحدة الثالثة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.